معاك مش مستني صوتك لأسمعك، لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك. هو يا ابن بلادي شد الهمة، خلوا ولادنا يضلوا بنعمة، ايد بايدك الأردن يعمر، هن نشامة فالو كلمة. بنت بلادي شد الهمة، خلوا ولادنا يضلوا بنعمة، ايد بايدك الأردن. أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة، وطبعا كما عودناكم كل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم، وضيف الأكثر تميز لهذا الأسبوع السيد محمد السرتور. بداية يسعد مساكم، نورنا. مساك الله يسعدك، تسلمي يا رب. بداية طبعا بنرحب فيك سيد محمد، حضرتك المدير العام لدى محلات السرتور، تصميم داخلي، أثاث، تنجيد كنب، ستائر. بداية يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. سيد محمد، ناخذ نبذه بسيطه عن حضرتك، على بدايتك، كيف بلشت وما تبلشت بالقطاع هذا؟ هلا بالنسبه للشغل اللي بلش فيه الوالد، يعني بلش فيه من سنة 83 بالمحل هاد، كان تنجيد كنب فقط. من 83 لسنة 2000 تقريبا بلش الشغل يتطور شوي، انتقل لمعرض شغل تنجيد كنب عرض. وبعد هيك الحمد لله يعني بال 2006-2007 بلشنا شغل بالفرشات، ومن 4 سنين أخذنا وكالة مصنع كولغاصي للفرشات. يعني احنا صرنا الوكيل الوحيد بعمان من فضل الله، واستمرينا بالشغل، انتقلنا لشغل اللحف، المخدات، برادي. تطورت الأمور شوي شوي، توسعنا أكثر في المجال، فالحمد لله يعني مشت، صارت أكثر من آيتم معين بالضبط. كل التوفيق لحضرتك. الله يسلمك. تسلمي تسلمي. لو بدنا نفوت أكثر بالتفاصيل، نشرح للسادة المشاهدين بالخدمات اللي بتقدموها، آلية العمل عندكم هون بتتم. هلا بالنسبه كنحكي ككنب، هلا احنا عندنا تنجيد كامل، منبلش فيه من الالف الى الياء. يعني بنشوف الطائم مثلا عند الزبون، ناخذ الطائم نجده، بختار القماش، بختار الاسفنج، بده يغير اسفنج ما بده يغير اسفنج، وطبعا كل شيء له يعني شكل من الاشكال بالشغل، مش واحد. بس بالمجمل يعني اغلب الشغل تنجيد، اذا بتحبوا تشوفوه جوا كمان هلا ممكن نفرجيكم اياه بالضبط. فيعتمد على الزبون اكثر من انه يعتمد على صاحب الشغل، حسب هو شو بختار بالضبط. تحدث اكثر عن اسعاركم داخل المحل. يعني اسعارنا رينج مناسب، يعني بالنسبه للسوق بنتماشى معه، بس بنفس الوقت نسبه وتناسب. يعني بتلاحظ انها تناسب الجميع. بتناسب الجميع طبعا. هلا بالنسبه لانا الخدمه اللي بقدمها، لا بتناسب الجميع. يعني انا في ناس برا بتلاقيها ممكن سعرها اقل شوي كذا، بس الكواليتي بطلع مش مزبوط. نعم. احنا لا، لو كان سعرنا طبيعي بالرينج المعقول، لانه ما تغير من سنه 83 لهلا، ما تغير سعر التنجيد اللي هو تكلفه اليد. نعم. ما تغيرت. بتختلف طبعا القماش، الاسفنج اللي بيختاره الزبون، الخشب، هاي الاشياء اللي اجباري لما تغلى بدنا نزيد السعر عليها. بس بالمجمل تكلفة الإيد لا زي ما هي، ما تغيرت. الآن بدنا نتحدث عن الإقبال، كيف بتشوفوا سيد محمد للمعرض؟ هلا الإقبال جيد بحكم إنه المحل قديم، يعني رب زبون زي ما بيحكوها بالعامية، إله سمعته ورب زبون وإله زباينه. بس بالمجمل الحمد لله الإقبال عليه جيد، يعني الحمد لله. الآن حضرتك سيد محمد كشاب، وفي عندك قطاع خاص بحضرتك، لو بدنا نتحدث على طموحك ورؤيتك المستقبلية بنفس هذا المجال، شو مفكر؟ مفكر اكيد، يعني ما في حدا بتقل طموحه عن انه يطلع لمصنع كبير. نعم. اقل شيء انه يكون مصنع كبير وشغل وتجاره، وممكن يفتح فرع هون وفرع هون وفرع هون. يعني طموح طبيعيه جدا، ما بدنا نحكي اكثر من المعقول، لا طموح طبيعيه، بس انه الواحد دائما بتطلع للاحسن. نعم بالتاكيد. يا رب. بتشكرك مره ثانيه. ابدا. ولو المميزات اللي تمتاز فيها عندك داخل المعرض، تفضل. المميزات اللي بمتاز فيها اني انا زي ما تحكي، اللي بفوت ياخذ فرشه ممكن ياخذ معاها اغراض البيت كامل. يعني بمتاز اني انا ببيع اكثر من قطعه بنفس المكان. يعني اللي بيجي مثلا بيشتري الفرشه ممكن يلاقي الكفر او الحاف موجود، ممكن يلاقي المخده موجوده، يلاقي التخت موجود، واغلب الشغل كلياته بكون تفصيل. يعني ما بكون شغله جاهزه ياخذها الزبون، لا احنا على الكتالوج بيشوف الزبون بيختار الشكل اللي بده اياه، الصوره اللي هو راسمها، وانا بفصله اياها بتطلع طبق الاصل. يعني هاد بضل افضل شيء عندنا، اللي بيجذب الزبون انه هو ممكن يجيب اللي براسه يسويه.
الى اي موجود انه عند دقه في المواعيد اكيد طبعا المواعيد اجباري يعني نعم. والمواعيد زي ما كانت مزبوطه ما حدا حيمشي اصلا نعم. يعني اكيد كل التوفيق لحضرتك الله يخليك تسلمي تسلمي ابدا ولا يهمك ولا يهمك يا اهلا كلمه لجلاله الملك من داخل محلات الصرصور تفضل الله يطولنا بعمرك ويخلي لنا اياك وان شاء الله البلد من عمار لعمار امين يا رب تشكرك يعطيك العافيه الله يعافيك للساده المشاهدين الموقع ارقام الهاتف للتواصل تفضل الجبيهة طلوع البلديه مقابل مسجد الجامعه الاردنيه ارقام الهاتف 079 599 8893 079 455 كل التوفيق ويعطيك العافيه الله يسلمك